الوطني لنبحث آليات الاستثمار في المجال السينمائي، وذلك استكمالا لكل الحلقات السابقة من الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال فتح النقاش مع الخبراء والمختصين وفق مبدأ ثابت يقوم على التشاركية والاستشارة والمرافقة من أهل الاختصاص بغية تحقيق الاستمرارية في العمل الجاد بمقاربة معرفية وتشكيل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المرجوة من اللقاء. ومن باب التفكير فقد بادر قطاعنا الوزاري منذ 2020 على استقبال ومرافقة عدد من هذه المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة السينمائية، وقد سبق تنظيم هذا اللقاء عديد اللقاءات مع إدارات الوكالة الجزائرية لتبعية الاستثمار من أجل دراسة ومناقشة مختلف آليات منح الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز مشاريع تنموية في المجال السينمائي، وكذا الامتيازات والتحفيزات التي تمنحها الوكالة، ليتم بعد ذلك تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة ومتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجالات الثقافية. وهنا لا يكفيني أن أذكر زيارة خالص الشغل للسيد المدير العام للوكالة الجزائرية لتقية الاستثمار السيد عمر ركاش، ومن خلاله كل إدارة الوكالة على تعاونه والتزامه باتجاه قطاعنا الوزاري. السيدات الفضائيات السادة الأفاضل، يتم الاشتغال حاليا أيضا مع وزارة المالية من خلال لجان مشتركة على إعادة النظر في ميكانيزمات ترويج ودعم الإنتاج السينمائي، استغلال قاعات السينما في إدارة الخواص، وتوفير التسهيلات الجبائية والتحفيزات البنكية للاستثمار في إطار تنفيذ استراتيجية القطاع الرامية إلى بحث وتطوير الصناعات الإبداعية. ويتم تحضير أيضا اتفاقية إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تضم مجموعة من المقترحات التي من شأنها تقليل الصعوبات والعقبات أمام هذه المشاريع والعمل على منح قروض بنكية بنسب فوائد مدعمة للمستثمرين والمنتجين في المجالات المتصلة بقطاع الصناعة السينمائية والثقافية بشكل عام. السيدات الفضائيات السادة الأفاضل، إن إطراء آليات الاستثمار في المجال السينمائي لابد وأن يستفيد من مختلف التشريعات التي تسهم في تسهيله وتنميته، ولا شك أن مشروع قانون الصناعة السينمائية الذي بادر به قطاعنا الوزاري بهدف سن منظومة قانونية متماسكة سيمكن من إرساء قواعد وآليات تستجيب لتطلعات المهنيين وتتوافق مع الخيارات الاقتصادية للدولة. ويتضمن مشروع هذا النص اقتراح عدد من الأحكام التي تثبت أهمية الاستثمار الخاص أو القطاع الخاص في الصناعة والخدمات السينمائية. فمشروع هذا القانون يقوم على المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وترويع مصادر الدخل وخلق مناصب الشغل من خلال إيلاء الأهمية الخاصة للصناعة أو للصناعة الإنتاجية والخدمات السينمائية. ولذلك لم تكن الحكومة جهدا في العمل على وضع آليات تسمح بتوفير ظروف ملائمة وفعالة لإطلاق صناعة سينمائية حقيقية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات الخاصة والعامة منها. وعلى هذا الأساس وبذلك نعمل على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المكلفة بالسينما من خلال إنشاء المركز الوطني للسينما ليكون مركزا جامعا للشأن السينمائي يسمح بتوحيد وتسهيل إجراءات تنظيم الصناعة السينمائية وتسييرها ومتابعتها إلى جانب تقوية التعاون الدولي في مجال السينما واستقطاب المستثمرين في هذه الصناعة ووضع تدابير محفزة على الاستثمار في المنشآت ونشاطات الإنتاج، كما يعملون إلى قطاعنا على استرجاع معاهد السينما واستناد تسييرها إلى الخواص، إضافة إلى مراجعة ترتيبات التكوين في مجال السينما وخصوصا المحتوى البيداغوجي في التكوين الفني السينمائي، ناهيك عن استرجاع أرشيف الأفلام المدعى بالخارج ورغمنتها وتنظيم حجرات في مجال السينما بهدف ترقية قدرات الجزائر الثقافية والسياحية على المستويين الوطني والدولي. وهنا لا يفوتني أن أهنئ الأسرة السينمائية بمناسبة إنشاء وتصميم مهرجان جديد وهو المهرجان
الدولي للفيلم القصير والذي سننظم أول طبعاته له هذه السنة بتميمون. السيدات الفضائيات السادة الأفاضل، في الأخير لا يسعنا في قطاع الثقافة إلا أن نهيب بكل الفنانين السينمائيين والمستثمرين والخبراء وكل المؤسسات الاقتصادية الخاصة منها والعمومية بضرورة مرافقة هذه الجهود لبحث مشهد سينمائي جزائري يسهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية لبلادنا ويشرف الجزائر بعمقها الثقافي والحضاري في محافل الفن السابع وطنيا ودوليا. شكرا لكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.